بس انت هيك كنتي مميزه بهيدي العائله. التسجيلات اللي كنتي تسمعيها كمان بصوت بيك واللي خسرتوها وفقدتوها تركت فراغ. صح، مين سرب لك هالمعلومه الدقيقه؟ تركت اكيد فراغ بقلب بنت كانت تشوف بصوت بيها كل شيء. يا قلبي الله يرحمه. يعني انا يمكن حكيت قبل بمره انه بالمجتمع الشرقي البنت لتقدر تكون حره وتقدر تعمل اي شيء بالحياه اول شيء بدها بي وراها يدعمها، لانه الاب هو مثل يعني رب الاسره بالمجتمع الشرقي والقرار الاول والاخير بيكون له. فانا بحس انه هالحريه اللي عشتها وهيك كان ابي سببها الله يرحمه. اكيد الام لها دور كثير كبير بس بالحريه بالذات، وانه البنت تنتقي المجال اللي بدها اياه وتدرس وتسافر وهيك هو الاب اللي بيقرر. فبابا الله يرحمه عطاني ثقه كبيره وعطاني مجال انه انا احقق حالي، روح جرب اغترب. بس قصة الفويسات أنا استغربت عن جد كيف بتعرفها، إنه كان الله يرحمه كان يتصلنا على كان عنا بيت بداريا بالشام قبل الأزمة، فكان يتصل أمو يا أبي لساكن نايمين، هاي بلهجة ضيعتنا. فهيدول كنا نقعد نتسمع عليهم وهيك نستذكره هيك. ففي هاد أمي عيطت علي قالت لي ما بقى تجيبي سيرته تبكي. فكنا كل ما بهذا البيت راح كتير ذكريات وقصص وصور حلوة، فيديوهات اخر رحلات عدائية، صوته بس اكيد هو حافر جواتنا يعني في قلوبنا. راح البيت يعني راح العمود السند الاقوى اللي بتحس بس الله يديم امي يعني ان شاء الله يا رب طول يعني. العمر والصحه. بتقولي له شيء لبيك اليوم هيك بصوتك؟ بعد هالقصه بدك هيك بعد شوي شيء من مريم لبيا نعمل كات نحن وتزار فينا تكوني هيك مرتاحة تطلع دغري ورا هذا المقطع أحلى شيء كان هو يحب يسمعه بصوتك نسيان. هي أغنية بتقول تعال لي يابا حفظتيها حسك بالدنيا يابا كثير حلوة حسك حسك في الدنيا يابا بيهدينا الإجابة ويعلمنا الحقيقة نكبر ونزيد صلابة. حسك في الدنيا يابا. أنا يطول بعمر والدتك ويخليكي مريم كمان أنتي وإخوتك هيك عائلة محبة. أنا بعرف كنتي شاب البيت، ليش كان يقول لك شاب البيت؟ كان عندك حركات صبيانية مثلا مسيطرة بالعائلة؟ أبدا، كانوا بيعتمدوا علي كتير حتى لهلا. تعليق برادة بدك إياه تعليق جيلي خبر جيلي شي من برا. كنت أنا وصغيرة بتعرف دايما بالضيعة إنه الله يطعمك الصبي. فكنا نحن جابوا أهلي الحمد لله أول بنت تاني بنت بعدين الثالثة بعدين الرابعة بعدين الحمد لله إجا الصبي نشكر الله. فكنت قبل ما يجي أخي الله يطول عمره ويعطيه الصحة يا رب إنه أقول إنه ليش الله يطعمك الصبي، ما أنا فيني روح جيب خضرة فيني جيب خبز. حتى كنت أركب الموتوسيكل تبع بي يعني يمكن كنت أول بنت بالضيعة أو تاني واحدة اللي بتركب موتوسيكل. فهيك مثلا إنه ليش الشاب، ما أنا بقدر أنا فيني أعمل مثلا يكون بده يروح يجيب خبز ده أنا بروح يعني على الفرن عم نحكي مش